مبروك للاعبتنا ومبروك للجهاز الفني. تسلل المنتخب الوطني ما حدش كان حاسس بيه الحقيقه، لكن الحقيقه الولاد اجادوا، قدموا عروض قويه، نجحوا في الوصول للمربع الذهبي. وفكره الوصول للمربع الذهبي تخليك قدام ثلاث فرص للتاهل للاولمبياد، وده الهدف. احنا كنا بنتكلم من قبل البطوله المنتخب الوطني هيعمل ايه، لانه خلينا نتكلم برضو بمنتهى الصراحه، احنا ما حسيناش بمشوار قطعه روجيرو ميكالي يخلينا مطمنين على المنتخب الاولمبي، ما حسيناش انه في اساسا منتخب اولمبي عندنا بينافس في بطوله امم افريقيا ورايح يلعب على فرصه التاهل لاولمبياد باريس السنه الجايه ان شاء الله. لكن الحقيقه الولاد قدموا مردود جيد جدا، قدموا مستوى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، قدموا كره كويسه جدا ونجحوا في الوصول للمربع الذهبي. المربع الذهبي يعني ايه؟ خلينا نراجع كده قواعد التاهل لاولمبياد باريس. بتقول انه الثلاثه الاوائل من قاره افريقيا هيتاهلوا مباشره لدوره الالعاب الاولمبيه، وصاحب المركز الرابع هيدخل في ملحق تصفيه مع رابع اسيا. يعني من الوارد جدا انه المنتخب الوطني او نسب وصول المنتخب الوطني ان شاء الله كبيره جدا، بنسبه 100% حال فوزه بكره على منتخب غينيا وتاهله للمباراه النهائيه اللي هيكون طرفها احد منتخبين، اما المغرب صاحب الارض ومستضيف البطوله، واما مالي اللي جه في المركز الثاني في مجموعتنا. لو وصلنا للمباراه النهائيه ما نفكرش في نتيجتها، احنا اوريدي على طول بشكل كده اوتوماتيكي وصلنا اولمبياد باريس، لان ضمننا مركز اول او ثاني، وبالتالي احنا تاهلنا بشكل مباشر. لا قدر الله، لا قدر الله، حال خسارتنا بكره امام منتخب غينيا هيبقى عندنا فرصه ثانيه، وده طبعا سيناريو ما نتمنهوش. انا اتمنى طبعا ان احنا نفوز باللقب، تفرق كتير وانت رايح تلعب في دوره العاب اولمبيه وانت بطل قاره، غير لما بتكون من اصحاب المراكز المؤهله يعني للمشاركه، معنويا ونفسيا تفرق كتير جدا. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل لاخر المشوار ونتوج ببطوله امم افريقيا، ونكرر الانجاز اللي عمله منتخبنا الاولمبي مع كابتن شوقي غريب قبل ما يتاهل لاولمبياد طوكيو. لكن احنا بنقول الحسابات الاحتمالات القائمه يعني للتاهل للاولمبياد، لو لا قدر الله خسرنا بكره قدام غينيا هنلعب مباراه ثالث ورابع قدام الخسران من مباراه مالي والمغرب. كسبنا مركز ثالث، كسبنا المباراه دي، تاهلنا ايضا بشكل مباشر لاولمبياد طوكيو. لا قدر الله حال الخساره في مباراه المركزين الثالث والرابع، ده معناه ان احنا هيبقى عندنا ملحق تصفيات مع الرابع في اسيا، وهتزال حظوظ المنتخب قائمه في التاهل الاولمبياد. لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب مباراه بكره ونريح الدنيا ونوصل ونحتفل، ويبقى ان شاء الله باذن الله قدامنا مباراه نهائي ان شاء الله باذن الله المنتخب يتوج فيها بلقب افريقيا. خدوا بالكم ماتش بكره صعب، ومنتخب غينيا انا الحقيقه ما شفتلوش غير مباراه واحده، ما شفتلوش غير مباراه الافتتاحيه اللي قدام المغرب. والحقيقه الولاد بتوع غينيا فريق تقيل، فريق عنده شخصيه، لعيبه، لا في لعيبه كوره كتير، يعني مش بس فكره الامكانيات البدنيه بتاعت الاشقاء الافارقه، لكن كمان في لعيبه كوره في منتخب غينيا عندهم كوره حلوه جدا، والمنتخب ده ارهق منتخب المغرب، بل انه في مباراه افتتاح البطوله هي مباراه المغرب وغينيا، كانت اول مباراه بتتلعب في البطوله. خلص الشوط الاول وغينيا متقدمه، وقدرت المغرب ترجع في النتيجه بركلتين جزاء. فده يقول لك انه منتخب بيلاعب المنتخب اللي بيستضيف البطوله على ارضه وسط جمهوره وقادر ان هو كان يحرجه بالشكل ده، فهو بالتاكيد منتخب صعب، وخصوصا كمان انه عنده افضليه. يعني ما اعرفش طبعا دي قصه روجيرو ميكالي هو اللي يقدر يحسمها، خصوصا في الاحمال التدريبيه، لانه منتخب غينيا خلص ماتشاته قبلنا بيوم. يعني هو ختم مشواره في دور المجموعات، لعب اخر مبارياته قبل منتخب مصر بيوم، وبالتالي هو خد فتره راحه او فتره الاستعداد لمواجهه مصر في الدور قبل النهائي ازيد عن المنتخب المصري بيوم، ودي في البطولات المجمعه اكيد تفرق كتير جدا في قصه الاستشفاء والاحمال البدنيه. لكن ان شاء الله انا عارف انه المواقف الصعبه دايما بتظهر معادن الرجال، رجالتنا ان شاء الله بكره الحقيقه اللي تالقوا ابدعوا وقدموا اوراق اعتمادهم عشان يكونوا نجوم ان شاء الله نراهن عليهم في مستقبل الكره المصريه في البطوله دي ان شاء الله باذن الله يقدروا يتخطوا غينيا بكره. هنتكلم على ماتش غينيا بكره، وهنتكلم كمان على ماتش الاسماعيلي.